بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابنائي وبناتي طلاب وطالبات القسم العلمي معكم لقاء جديد في درس من الدروس التعليميه المعده من قبل وزاره التربيه والتعليم بدوله الامارات العربيه المتحده اداره التوجيه والرقابه على المدارس الحكوميه توجيه الكيمياء معكم الاستاذ محمد نجيب عبد التواب عبد الحافظ مدرس الكيمياء بمدرسه محمد بن راشد الثانويه النموذجيه منطقة تعليمية دبي يسرنا في بداية اللقاء اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن موضوع يسمى البوليمرات في الكيمياء البوليمرات هي عبارة عن مركبات كيميائية معقدة ذات كتل جزيئية كبيرة جدا وهي تتكون من وحدات صغيرة تسمى المونومر كل شخص فيهم أو كل واحد فيهم يسمى مونو يعني واحد أو شخص بولي يعني عديد من هذه البوليمرات منها ما هو طبيعي ومنها ما هو صناعي لو تعرضنا لانواع البوليمرات بيوجد بوليمرات طبيعيه ويوجد بوليمرات صناعيه البوليمرات الطبيعيه زي السيليولوز البروتين وامثله كثيره من المطاط الطبيعي. اما البوليمرات الصناعيه فمنها البوليثين والبولي كلورايد والبولي اكريل الى اخره ويوجد ايضا المطاط الصناعي. السلولوز والبروتين والمطاط دي اشياء طبيعيه بنقلدها العلماء وبينتجوها في صوره بوليمرات صناعيه. البوليمرات بصفه عامه لما بيدرسوا تاثير الحراره عليها وجدوا ان هناك بوليمرات عندما تسخن تنصهر وتصب في قوالب وتبرد ويعاد تشكيلها. هذا النوع من البوليمرات يكون غير ثابت حراريا، يعني بيعاد تشكيله باستمرار بتغير الحراره. وفي نوع تاني يسمى بوليمرات ثابته حراريا. هذه البوليمرات لا يُعاد تشكيلها بالحراره. وعندما تُسخّن لا تنصهر ويظل شكلها الأصلي ثابت، فتسمى بوليمرات ثابته حرارياً، ويخالف النوع الآخر وهو البوليمرات غير الثابته حرارياً. ما الفرق بينهما؟ ولماذا يحدث هذا؟ دراسة أثر الحرارة أو تأثير الحرارة على البوليمرات. بيوجد نوعين من البوليمرات بوليمرات عند تسخينها تنصهر وتصب في قوالب ويعاد تشكيلها مره ثانيه فتسمى بوليمرات غير ثابته حراريا ونوع اخر من البوليمرات لعند تسخينها لا تنصهر ويظل شكلها ثابت ونسميها بوليمرات ثابته حراريا النوع الغير ثابت حراري والنوع الثابت حراري ايه الفرق بين الاثنين البوليمرات الثابته حراريا الغير ثابته حراريا دي بتتكون من طبقات بهذا الشكل هذه الطبقات يمكن ان تنزلق الحراره طبقات بهذا الشكل لما بتنزلق تستمر السلسله بهذا الشكل وبذلك يمكن اعاده تشكيلها عده مرات الطبقات دي بتنزلق امام بعضها وتتصل مره ثانيه علشان كده يمكن إعادة تشكيلها عدة مرات بالحرارة النوع الثاني الغير ثابت حراريا بنجد أن البوليمرات بيبقى شكلها بهذا الشكل تشاكل أو شبكي ويسمى تشكل شبكي ما فيش حركة للجزيئات فوق بعضها بتبقى البوليمرات مترابطة مع بعضها بهذا الشكل وبذلك لا يمكن إعادة تشكيلها بدأ من حيث الشكل الأولي لأنواع البوليمرات من حيث الحرارة النوع الثابت حراريا والنوع الغير ثابت حراريا من حيث طرق التحضير كيف تحضر البوليمرات في الصناعه؟ طرق تحضير البوليمرات. بيوجد طريقتين رئيسيتين في التحضير، الطريقه الاولى ا طريقه الاضافه، والطريقه الثانيه باء هي طريقه التكاثف بوليمرات الاضافه وفيها المركبات بتكون ذات روابط ثنائيه وتنكسر الرابطه الثنائيه وتتحول الى روابط احاديه يبقى بوليمرات الاضافه مركبات ذات روابط ثنائيه لو بصينا للنموذج اللي معانا مركب زي غاز الايثين هذا الغاز يحتوي على رابطة ثنائية وعندما يتأثر بالحرارة وعندما يتم تحضير البوليثين منه تنكسر هذه الرابطة الثنائية جزء منها يجي الناحية دي وجزء منها يجي الطرف الآخر من ذرة الكربون وجزء آخر من الإيثين يشبك معه وجزء آخر وهكذا حتى نحصل على ما يسمى سلسلة بهذا الشكل كجزء من البوليمر بيحتوي على ملايين من ذرات الكربون والكتلة الجزئية بتاعته بتكون ضخمة جداً دي بنسميها بوليمرات الإضافة ومنها مركب مشهور جدا هو البوليسين أو البلاستيك النوع الثاني من البوليمرات يسمى بوليمرات التكاثف وهنا بنحتاج اثنين من المونومرز مختلفين عن بعض وبنخصم منهم جزيء مية دايما بوليمرات التكاثف نخصم جزيء مية من جزيئين أو مجموعتين فعالتين مختلفتين وبالتالي يتكون بوليمر جديد يسمى بوليمر التكاثف هنتعرض بالمعادلات ازاي نحضر بوليمرات اضافه وازاي نحضر بوليمرات تكاثف وامثله عليها. النوع الاول وهو بوليمرات الاضافه. في عندنا مركبين المركب الاول هو البوليسين البوليسين بناخد ان من جزيئات الايثيلين او جزيئات الايسين لان ذرتين كربون ايثان وجود رابطه ثنائيه يبقى ايثين هنأثر عليه بعامل حفاز وحراره تنكسر الرابطه دي زي ما قلنا يصبح جزء منها هنا وجزء منها هنا يبقى الجزء يصبح بالشكل ده CH2 CH2 الرابطة لما تنكسر بتيجي الناحية دي والرابطة الثانية تنكسر تيجي الناحية دي وجزء سيلين آخر يجي هنا وجزء سيلين آخر يجي هنا وبالتالي نحصل على ما يسمى بالبوليمر عديد الجزيئات وممكن نكتبه بهذا الشكل اتش 2 n ومن هنا سلسله مفتوحه ومن هنا سلسله مفتوحه ويسمى الجزيء ده ايثين وده هنسميه بوليثين. والبوليثين يستخدم في صناعه المواد البلاستيكيه واكياس البلاستيك. البوليثين الحقيقه لما بيتكون بيبقى ظروف تكوينه او نوعه متوقف على درجه الحراره اللي بيتكون عندها يعني ايه يعني في انواع البوليسين في منه ثلاث انواع في بوليسين عالي الكثافه اتش دي اتش دي بي اي هاي دنسيتي بولي وفي النوع الثاني ال دي بي اي لو بولي والنوع الثالث كروس لينكد بولي ايثيلين ازاي الهاي دينسيتي بيتكون اذا تم الارتباط بالطريقه السلسه البسيطه يتحول الايثيلين او الايثين الى البوليثين ببساطه عباره عن ايه عباره عن مجموعه من الخيوط بهذا الشكل ما فيش بينهم مسافات بتبقى قريبه جدا من بعضها فبيبقى متكاثف الجزيء فبتبقى كثافته عاليه يسمى High Density polyethylene. النوع بولي النوع الثاني اللو Density بولي بينشا ازاي عند درجه حراره عاليه اعلى من 200 درجه سيليزيه قد يتطاير بعض ذرات الهيدروجين من السلاسل الجانبيه بهذا الشكل يتطاير منها هيدروجين يخرج الهيدروجين ويحل محله مجموعه ايثيلين بهذا الشكل وبذلك ينشا ما يسمى بايه الكروس او اللي هو الايثيلين اللي فيه فروع جانبيه وده بيبقى كثافته قليله لان وجود الايثيلين هنا بين الجزيئات بيمنع تداخل الجزيئات مع بعضها او جزيئات البوليمر تمنع من التداخل مع بعضها فبيبقى اقل كثافه. النوع الثالث والاخير هو الكروس لينكد بوليثين اذا حدث ان ذرات هيدروجين تطايرت من السلسله يرتبط السلسله بقى مع بعضها بهذا الشكل. مكان الهيدروجين اللي خرج من هنا واللي خرج من هنا تنشا رابطه وفي هذه الحاله يسمى بوليثين شبكي يبقى في بوليثين شبكي في لو دنسيتي بوليثين وفي هاي دنسيتي بوليثين دي انواع البوليثين الثلاثه وكل واحد منهم له استخدامات تخالف الاخر الهاي دنسيتي بوليثين الاكياس المواد الاصلب شويه في اللو دنسيتي اما الكروس لينكد بوليثين بيستخدم للمواد الاكثر صلابه من المواد البلاستيكيه المطاط الطبيعي نوع اخر برضو من انواع البوليمرات التي تتم عن طريق تفاعلات الاضافه. اثنين المطاط الطبيعي برضو من البوليمرات. المونومر عندي هنا مركب يحتوي على رابطتين ثنائيتين وهو البيوتا ديين. هنا رابطه ثنائيه وهنا رابطه ثنائيه. ويوجد هنا مجموعة ميثايل نكمل الهيدروجين الناقص هنا اثنين، واحد اثنين ثلاثة هنا هيدروجينة واحدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة ده خالص، واحد اثنين هنا عندي هيدروجينتين. ده المونومر بالمطاط الطبيعي. نعمل لهذا المركب وبيتم هذا الكلام في شجرة المطاط ويتحول إلى البوليمر كما يلي. عن طريق المواد داخل شجرة المطاط ينكسر الرابطة دي زي ما اتفقنا. الربطة الثنائية بتنكسر وتيجي هنا، والربطة الثنائية تنكسر وتيجي هنا ودي تصبح ثنائية. يبقى الجزيء عندنا بالشكل ده واحد 2 3 أربعة تكتب معايا ببساطة هنا مجموعة الميثايل في مكانها. الربطة الثنائية دي بتتنقل هنا يصبح ده رابطة ثنائية. ونكمل الهيدروجين الناقص هنا اثنين واحد 2 3 هنا واحدة هنا أربعة هنا اثنين. ليه حطينا اثنين هنا؟ مع انها طرفيه لان السلسله بتبقى مفتوحه في هذا الاتجاه وبنعمل قوس وبنكتب هنا ان من الجزيئات ويبقى هنا عندنا ان من المونومرز اتحولت الى بوليمر عدد جزيئاته ان وهو عدد لا نهائي ويسمى المطاط الطبيعي. هذا المركب اللي هو المونومر يسمى البيوتادايين. موقع الرابطه الثنائيه زي ما اتفقنا وزاره الكربون رقم واحد اتنين تلاتة يبقى واحد تلاتة بيوتا داين. في الموقع تلاتة ايضا يوجد مجموعة ميثايل يبقى تلاتة ميثايل واحد تلاتة بيوتا داين. وده المونومر مونومر وده بيكون بوليمر الخاص بالمطاط الطبيعي المطاط الصناعي بنفس الطريقة بس بنشيل مجموعة الميثايل ونضع مكانها ذرة كلور بهذا الشكل بنضع هنا ذرة كلور فبيطلع البوليمر معاه ذرة كلور وده يبقى رقم ثلاثة المطاط الصناعي المركب ده اسمه كلوروبرين البوليمر بتاعه اسمه نيوبرين وده الفرق الوحيد بين المطاط الطبيعي والمطاط الصناعي اننا بنشيل مجموعه الميثايل ونضع مكانها ذره كلور المطاط الطبيعي او الصناعي بيوضع عليه ذرات كبريت او بنخلطه بالكبريت لانه هو ماده طريه لزجه لا يصلح لاي استخدامات فبنضيف عليه كميه من الكبريت في عمليه تسمى الفلكنه الفلكنة هي إضافة الكبريت الصلب إلى هذا المزيج اللزج من البوليمرات اللي هو النيوبرين أو أو المطاط الطبيعي ويصبح مادة صلبة يمكن استخدامها وبتبقى الروابط بين خطوط البوليمر إننا بنضع فيها الكبريت هنا وهنا وبكده بيبقى عملنا زي ارتباط بين السلاسل أصبحت اللزوجة هنا بتقل والصلابة بتزيد يصبح هنا له استخدامات صناعيه كثيره اهم هذه الاستخدامات هو اطارات السيارات والملابس الواقيه من الامطار اللي هي اللي بيلبسها رجال الاطفاء لان هذه الماده مضاده للماء واستخدامات كثيره جدا للمطاط الصناعي النوع الثاني من البلمره او من عمليات البلمره هي بلمرات التكاثف او بلمره التكاثف بوليمرات التكاثف. واضح من اسم التكاثف ان احنا بنخصم جزيء ميه من اثنين مونومر مختلفين. التو مونومرز او الاثنين مونومرز هنا كل واحد منهم بيحتوي على مجموعه وظيفيه. هذه المجموعه الوظيفيه من احد الاطراف بناخد اتش ومن الطرف الاخر بناخد او OH اتش ونخصم جزيء ميه من الاثنين ويدينا بوليمرات التكاثف. هذا المونوم او البوليمر اللي هو أنا حضره هو النيلون هو النايلون 66 النايلون 66 ازاي بيتحضر النايلون 66 بنضيف مادتين على بعض ثنائي امينو هكسان الى حمض الاديبيك ثنائي امينو هكسان هكسان العادي CH2 ست مجموعات ده الهكسان متصل بيه من هنا مجموعه امينو NH2 ومن هنا مجموعه امينو NH2 NH2 ده بنسميه ثنائي أمينو هيكسان. ثنائي أمينو هيكسان. هيتفاعل هذا المركب مع مونومر آخر اسمه حمض الأديبيك. حمض الأديبيك أيضا فيه ست ذرات كربون وفيه مجموعتين كربوكسيل. تركيبة حمض الأديبيك كما يلي CH2 عندنا هنا أربع مجموعات ومتصل من هنا بمجموعة كربوكسيل ومن هنا مجموعه كاربوكسيل ازاي تفاعل التكاثف بيتم ده حمض الاديبك ازاي التفاعل بيتم وازاي بتتم عمليه التكاثف بين المجموعه دي والمجموعه دي ال NH2 ممكن نكتبها بطريقه مختلفه شويه بهذا الشكل هنا عندنا H وهنا عندنا H مجموعة الكربوكسيل أيضا ممكن أغير فيها شوية بحيث تبقى عندنا هنا على هيئة رابطة ثنائية O وهنا OH جزيء حمض الأديبيك يساهم بالـ OH وجزيء ثنائي أمينو هكسان يساهم بالـ لما نقسم هذا الجزيء من هنا اللي هو بالمرة التكاثف نقسم المية من الجزيء النتيجة يتكون إيه؟ CO ربطة NH بيتسمى المركب امتداده من هنا وامتداده أيضا من هنا المجموعة CO NH تسمى مجموعة الأمايد أو البيبتايد ولذلك يسمى البوليمر الناتج اللي هو النايلون 66 بولي أمايد ليه بنقول نايلون 66؟ لأن عندي ست مجموعات ميثيلين في جزيء ثنائي أمينو هكسان وعندي ست ذرات كربون في حمض الأديبيك أربعة هنا واثنين هنا وبذلك بنقول عليه كلمة نايلون 6 الجزيء الناتج لو مسحنا بقى المية من الوسط بيبقى الارتباط ما بين ال سي او من ناحية اهو سي رابطة ثنائية او ومن هنا ال ان اتش بهذا الشكل الجزيء ده او المجموعة دي بتسمى الرابطة الاميدية او الرابطة البيبتايدية سي او ان اتش ممكن تكتبها لوحدها بهذا الشكل سي او وليها الرابطه البيبتيديه او بنسميها الرابطه الاميديه مثل هذه المركبات بتبقى نتيجه تكاثف حيث يحتاج كل جزيء الى فقد جزء منه عشان يرتبط الجزيئين مع بعض اذا المرة الاضافه لا يفقد شيء من الماده الرابطه الثنائيه تنكسر وتتحول الى روابط احاديه ويدينا البوليمر انما البوليمرات التكاثف لا بحتاج اثنين مونومر مختلفين واحد منهم يحتوي على مجموعة وظيفية تخالف الجزء الآخر اللي بيحتوي أيضا على مجموعة وظيفية الأول يحتوي على مجموعة كربوكسيل والتاني يحتوي على مجموعة أمينو لما بنخصم المية يتبقى عندي هنا سي رابطة ثنائية أو وهنا اتش ان اتش بتسمى هذه المجموعة مجموعة الأمايد الأمايد والبوليمر الناتج يسمى بولي أمايد هذه المادة سهل تحضيرها جدا بخليط حمض الاديبيك مع صناعة وكسان ويؤخذ الخيط من السطح الفاصل بين المحلولين مادة البولي أمايد اللي هي النايلون 66 ليها استخدامات عديدة منها استخدامات مباشرة في صناعة المنسوجات والأقمشة إلى غيره لأنها يمكن حياكتها وغزلها وليها فايدة أخرى مهمة جدا هي أن عندما تتعرض للإشعاع بيحدث فيها بقى ارتباط بين السلاسل بهذا الشكل يعني إذا عرضنا هذه المادة للإشعاع وهي بوليمر بهذا الشكل يحدث تشابك بين هذه السلاسل الطولية هذا هذا التشابك القوي يجعل هذه المادة لا يخترقها الرصاص وتستخدم مادة الكيفلار بعد تعرض النايلون 66 إلى الإشعاع وهذا الكيفلار يستخدم لصناعة الملابس والقمصان الخاصة برجال الأمن والحراسات الخاصة وحماية للناس من الطلقات الرصاصية بهذا أبناء الطلاب نكون قد استعرضنا أثر الحرارة على البوليمرات وأنواع البوليمرات من حيث طرق تحضيرها وتعرفنا على بعض البوليمرات الطبيعية والبوليمرات الصناعية وفهمنا ما الفرق بين بوليمر الإضافة وبوليمر التكاثف في نهاية لقائي بكم أعزائي الطلاب أشكركم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم الأستاذ محمد نجيب عبد التواب مدرس الكيمياء في ثانويه محمد بن راشد النموذجيه منطقه دبي التعليميه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته